الروماتويد هو احد امراض الروماتيزم. طبعا احنا تخصصنا روماتيزم. كلمه روماتيزم كلمه عامه، وكثير من المرضى يلخبطوا بين الروماتيزم والروماتويد. اي الم في مفصل او في وتر او في عظم، هذا هو تعريف كلمه روماتيزم. لكن مرض الروماتويد هو مرض مزمن التهابي في المفاصل، عاده يؤثر في صغار السن. النساء أكثر من الرجال بنسبة 3-1. أكثر مفاصل تتأثر هي مفاصل اليدين، وعادة اليدين الاثنين مع بعض مش واحدة. تكون المفاصل ملتهبة، متورمة، مؤلمة، ما يستطيع استخدامها بطريقة صحيحة وقت الالتهاب. يشتكي المريض أيضا بتصلب عند الصحيان في الصباح، يكون لديه تصلب في مفاصله. التصلب يفك عادة بعد ساعة. وجود التصلب عادة يعكس وجود الالتهاب في المفصل. يصاحب المرض بسبب الالتهاب خمول في الجسم وضعف عام، ممكن حتى فقدان في الشهية وفقدان في الوزن يصاحب هذا المرض عند نشاطه. مشكلة مرض الروماتويد أنه إذا ما شخص مبكراً قد يتطور ويؤثر في بعض الأعضاء الداخلية مثل العين، مثل الرئة. لكن الحمد لله الآن يعني أصبح تشخيصه سهل جدا، وأصبح تواجد أطباء الروماتيزم أكثر بكثير من سابق. والتشوهات التي تصير في مرض الروماتويد اللي كنا نراها زمان لم نعد نراها الآن، ليست موجودة الآن، ما هي بنفس الكثرة. قليل نشوف التشوهات. عندنا اختيارات جدا كثيرة في العلاج، والاستجابة الحمد لله طيبة.